Then repose, that is, there will be for him relief, and a goodly provision, and a garden of bliss. Does this response belong to the Amma, thus, or to in, if, or to both? Different opinions are given regarding this. And if he be of those of the right hand. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن And a few from the later ones, from among the community of Muhammad, S, being the foremost from among the communities of old and this community, the predicate, is the following, Allah Surin Madunatin. Will be, upon encrusted couches, their linings, woven onto rods of gold and jewels. Reclining on them, face to face, Matakiyina, Aleha Mutakabilina constitute two circumstantial qualifiers referring to the subject, person of the predicate, they will be waited on by immortal youths, resembling young boys, never aging. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. And those of the right hand, what of those of the right hand? Amid thornless low trees, napk trees. And clustered plantains, banana trees, weighed down, with its load, of fruit, from top to bottom. An extended shade, one that is, permanent. And cascading water, running continuously. And abundant fruit. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَّكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم
قسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين 648 Have you considered the water you drink? Is it you who cause it to come down from the rain, clouds, muzn is the plural of muzna, or are we the causer of its coming down? That if we willed, we could make it bitter, salty, undrinkable, why then will you not give thanks? Have you considered the fire that you kindle, the fire, which you produce out of the oil of green trees? Was it you who created the tree thereof, trees, such as the mark, the afar or the cock, fennel, or were we the creator? أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان فروح وريحان وجنة نعيم وأما سلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم Do you not bring it back, why, do you not restore the spirit to the body after it has reached the throat, if you are truthful, in what you claim, the second law la, why, if, is, repeated, to emphasize the first one, ida, when, is an adverbial particle qualifying tarjiuna, bring it back, to which both conditions are semantically connected. The meaning is, why do you not bring it back, when, in repudiating resurrection, you are being truthful in this repudiation? That is to say, let death also be repudiated, as impossible, in its case just as, you claim that, resurrection is, impossible. Thus if he, the dead person, be of those brought near,